اشتكت. هذه لصقتي كانت برجلي لاني انجرحت، بس ما ادري ايش صار. ليش هنا؟ طبعا نزلت، الفطور موجود. طبعا كنت اصور تيك توك، فراح احط لكم المقطع هنا اللي صورته. Good morning or afternoon or night, wherever you might be in this world. I just wanted to let you know that I love you. You are beautiful. اليوم عندنا عشاء، فقاعد افكر اني البس هذا الفستان. هذا افكر البس هذا الفستان مره ما في شيء. طبعا غيرت رايي بلبس هذه البلوزه، وراح البس معاها هذا الجينز. بوريكم الحين شكله كيف. من هنا نفس الشيء، اخذتها من زارا، يا يعني من زارا، وبعد البلوزه من زارا. في البلوزتي لازم تغسيل يد، فبغسلها هنا. لأن فيها لولو زي ما تشوفون، فهذه لازم تغسلونها بيدكم عشان ما تخرب. اليوم راح أجرب أحط هذه، لونها أسود. بالفيديو اللي قبل يوم قعدت أقول إنها طلعت مرقعة وزي كذا، في كثير قالوا لي إنه شهد لازم تقصين أول شيء أظافرك بعدين تركبين هذه. أنا مستحيل إني أقص أظافري حالياً لأنه أنا قاعدة أطولها في هذه الفترة. صحيح إني قاعدة أركب، بس لأنه في كم ظفر انكسر علي، فعشان كذا قاعدة أركب إكستنشن. فمستحيل إني أقص أظافري يعني الصدقية، عشان أظافر بركبها بيوم أو حتى كم ساعة، كذا 6 ساعات 8 ساعات وأفكها. فلا، هو صح عشان تضبط قصوا أظافركم بعدين ركبوها، لكن أنا ما أقدر. الصمغ مو راضي يروح من أظافري، فصايرة أظافري شكلها. هم معطيني هنا زيادة تمام عشان أنا أعدل. دعونا نجرب. فبركبها الحين كلها وبجي. مرة ودي أسوي شعري ويفي، مع إني ولا مرة بحياتي قد جربت وسويت. أحسه ما راح يضبط، لكن بحاول. من النوع اللي شعري إذا سويت يتفكك، يعني كذا يصير، يعني ما يصير ويفي. فبسوي من فوق بالستريتنر كذا بس، بعدين راح أشوف إن شاء الله عاد يضبط. راح أحط، ما أمداني أقول بسم الله. تدرون ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لأنه أظافري فيها صمغ، فهذه مو راضية تثبت، ولا هي صمغها مرة قوي، بس أنا أظافري نفسها فيها صمغ. المهم بحط ميك اب. هذا my favorite foundation رقم 56. طبعا احنا عيدنا، اتوقع لين ثالث يوم عيد بس. اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا عيدكم يستمر ولا خلاص بس اول يوم، واذا يستمر لين اي يوم. احنا لين ثالث يوم بس، اكتبوا لي تحت بالتعليقات خلينا نشوف يعني. المهم راح احط لكم حسابي بالانستغرام هنا، ادخلوا حسابي وتابعوني هناك. ترى انا دائما انزل ستوري، دائما انزل صور، فتابعوني هناك. وعلى فكرة يعني الانستغرام من التطبيقات اللي أنا مرة متفاعلة فيها، ف أكثر كونتور مكروف بالحياة باركة. شوفوا من داخل تن تن. يمكن هذا أكثر عيد أكون مروقة فيه، لأنه فهمتوا ما في زوارات ما في روحات، فمرة مروقة. أنا أحب كذا ترى، أحب كذا، أحس إني أدري كذا أخذ راحتي، فهمتوا. طبعا كالعادة تسريحتي دايما تتعفن، سو المنظر هذا يعني صار. انا ما ادري كيف احطها صدق، يعني اللوس باودر حقتي الثانية حلوة يعني، هذه ما ادري كيف.
Yeah. Are you serious? المهم عشان أنظف الحاجة راح أخذ كذا كونسيلر وراح أسوي كذا. هلا لا. حط هذا. جرب هذا اللون. هذا الباليت راح استخدم هذا اللون. راح استخدم بعد كذا هذا اللون، راح احطه كذا على المقدمة. كتاري كتاري يا حياة الشقاء. احط لون وردي كذا خفيف. الله فك الظهر وانا ما فكذا. استغفر الله العظيم. انا احب هذه الالوان يا جماعة، مرة اعشقها، لونها مرة حلو. احب انا احط هذا اللون. طبعاً هذا العشاء حق اليوم، وهنا مكان الحلا. هذا كيس العيد. الله محتفلين وإحنا قاعدين فوق، قاعدين نصور تيك توك وسحبنا عليهم. الله كعبك محلي ودود على القيمة، وزين بعيني لسه بخيري من حد الغيري غيري ما في. شكرا. خذي ولو هدي. هذا بنخل من هذا. الله مع الأسف ما سبحنا، فإن شاء الله المرة الجاية نسبح. وش هالكارثة. المهم بالنهاية لا لبست الفستان الأول ولا لبست الجينز، لبست فستان كذا شفته قدامي قلت آه هذا بيطلع حلو لبسته. حساب إني صورت لكم وأنا قاعدة أختار ومدري إيش. المهم وبس والله بمسح الميك اب وخلاص. ما ادري، ما اتوقع اني راح انام الحين. المهم مع السلامة، وان شاء الله اشوفكم بفيديوهات اكثر، وباي. حطي هنا. الله تصوير بريال. شوف انا طيبة ما اسوي.
شوف شمني 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 سحب علي. Yeah.